الحسكة وأريافها من دون مياه للشرب في زمن كورونا. أكثر من 600,000 مدني بلا مياه للمرة الثالثة على التوالي خلال أقل من 5 أشهر. يقول المواطنون إن الجيش التركي والفصائل المدعومة منه قطعوا مياه الشرب نتيجة إيقاف الضخ من محطة مياه علوك بريف رأس العين الشرقي التي احتلتها تركيا خلال عملياتها نبع السلام في 20 أكتوبر الفائت. يقوم العدوان التركي بقطع هذه المياه من محطة علوك الرئيسية. بالمرة الماضية وصلنا لفترة طويلة لأكثر من 12 يوم، واليوم المرة هاي هذا اليوم الثالث تقريبا لانقطاع المياه. فموضوع الماء بشكل عام يجب أن يتحيد عن السياسة وعن الحروب، هذا الماء ولا الكهرباء ولا الهواء، ونحن في ظروف طبعا قاسية الآن يهددنا مرض اللي هو فيروس كورونا. وفي وقت ينشغل العالم بتفشي فيروس كورونا مع التعليمات بضرورة الحفاظ على النظافة العامة واتخاذ أقصى درجات الوقاية، تعمد تركيا إلى حرمان المدنيين من المياه التي يحتاجون إليها بصورة مضاعفة، ويلجأ الأهالي إلى شراء صهاريج المياه والأبار السطحية، ما سيؤدي حتما إلى تجمعات كبيرة تعد تهديدا إضافيا من خلال إجبار المدنيين على الابتعاد عن اتخاذ الإجراءات الوقائية المطلوبة، ولا سيما بعد الإعلان عن وصول الفيروس إلى سوريا. الروس يعني يقوموا بالمرات السابقة وحاليا يقوموا بجهود حثيثة لإعادة تشغيل هذه المحطة، لكن أسباب توقيف أوقاف هذه المحطة ما يعني لن نقف عليها. نحن نعرف أنه هناك جانب تركي محتل للأراضي السورية قام بقطع هذه المياه وعطش المواطنين، ونتمنى من المسؤولين بالبلد انه يلقون حل هذه المشكله، هي مشكله الماء المياه، واحنا صامدون والله ان قطعوا المي وان ما قطعوا احنا صامدون. اداره المياه تؤكد بحسب المواطنين دخول الجانب الروسي على خط التفاوض لاعاده العاملين الى المحطه واستئناف الضخ وانهاء معاناه المدنيين. هذا فيما تعمل مؤسسة المياه الحكومية على اتخاذ إجراءات إسعافية عبر ضخ ما هو متوفر من مياه في سد الحسكة الغربي، ريثما تنجح الجهود الروسية في إلزام الجانب التركي بتحييد المحطة وضمان إعادة الضخ واستمراريته من محطة علوك.